السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نهار كبير اللي توحشنا لسيرمت، نهار كبير هذا اللي تفكرنا به، هذاك النهار اللي مشينا فاش خطب الملك رحمه الله. الليلة خطوبة ديالته أول هضرة هضر بها وقف الشعر ديال راسنا، قال بغا تكون واحد المسيرة منظمة إن شاء الله يمشي فيها الشباب وشرف كل ما بغى يتطوع في سبيل الله. شنو كانت من عندك من عام الحاج؟ هذيك الساعة 25 سنة. نعم تفضل. 25 سنة ومشينا بالتنظيم ديالنا مع الناس في عين السبع، كنا في الحفرة ديال الشابو، في الحفرة ديال الشابو فين كاين العمالة دابا ديال عين السبع. تما فاش كنا مشينا ركبنا في الماشينة للدار البيضاء تران، هذا التران حتى لمراكش، من مراكش ركبنا في الكيران، من مراكش مشينا في التران حتى لمراكش، من مراكش ركبنا في الكيران مشينا. كل بلاصه كان وقفوا فيها من مدينه لمدينه نوقفوا حتى وصلنا الله تعالى سبحانه الله عز وجل العيون. تما شحال من نهار دوزتوا؟ دوزنا واحد الشهر وشي حاجه، نقول شهر وشي حاجه تقريبا هو اللي دوزنا. وكان الشعور ديالنا هو هذا، هو النهار الجديد عندنا اليوم، غير كنتفكروا هذا النهار كيرجع بحال اللي رحنا غاديين. ايوا احكي لنا ملي وصلت الحدود تما كيفاش حيدتوها؟ وين فاش وصلنا تما لحقنا، كيما لحقنا كانت الصاله هي الاولى. نزيدك واحد النقطه اخرى، انسان دخل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصاله المصحف راه في الليل، وكانت الصاله كاع استقبلوا الناس وصلوا ديك الركعتين ديال التحيه، تحيات الارض، واستقبلنا مني وكل شيء. دوك الناس اللي استطاعوا باش يدخلوا هما اللي وقفوا الكروشي، قالوا صلاة على النبي، وجابت الدورة وخطب الملك باش تكون الرجوع، وكان الرجوع. كي جات الحفلة الودادية؟ الودادية كانت مشاركين فيها الودادية زوينة، وكان كل شيء داز زوين، والتهلية مهرلين فينا مزيان، وداز داك الشيء الحمد لله سالم، وكلهم الأخوان كانوا كل شيء حباب. الخير موجود، الخير موجود الحمد لله، وكنا كلهم هذوك الناس حباب، والمالك الله يرحم. الحدود ما خفتيش من الصبليون؟ لا بالفرح، حنا باش نشوفوا شي صبليوني كاع تما ما لقيناهمش، بالفرح باش غنشوفوه ما بانوش لينا حتى واحد، والو والو الحمد لله. الا سيدنا كنسمعوا في الخطوبه، داير الراديو كنصوتوا الخطوبه ديال سيدنا. الماكله كنت الماكله موجود، الخير ما موجود، الزيت موجود، الخبز موجود، الحمد لله كنعجنوا كل شيء لروسنا. باقي كتلقى تلاقى بشي صحابك اللي مازال اللي مشيتوا؟ مازال كنتلاقاو معاهم، مازال مشينا وحدي الله يرحمهم، وشي مازال دوك الشباب مازال تلاقاو معاهم. شكرا.